إلى جازان، حيث تشهد شواطئ مركز الشقيق هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المصطافين الباحثين عن الدفء والاستمتاع بالأجواء البحرية والفعاليات المتنوعة. للمزيد يلتحق بنا من جازان الزميل حسن غزواني. حسن، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ نعم محمد، مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. جازان هذه الأيام بكل محافظاتها وبكل مراكزها وبكل مرافقها السياحية تستعد لاستقبال المتنزهين والمصطافين الباحثين أو السياح الباحثين عن الدفء كما ذكرت في شواطئها وفي جبالها هنا في منطقة جازان. طبعا أمانة منطقة جازان دشرت الأسبوع الماضي الهوية البصرية ورزنامة فعاليات شتاء جازان لهذا العام، والذي يمتد لشهرين ويتوزع على كل محافظات ومراكز وهجر المنطقة. أنا أتواجد الآن في الشقيق، أحد المراكز الجميلة جدا الذي يتمتع بشواطئ بكر وطبيعة خلابة وأيضا منتجعات سياحية تجتذب الزوار من داخل المنطقة ومن خارجها. باسمكم جميعا أرحب بالمهندس محمد حكمي رئيس بلدية الشقيق. مهندس محمد، أرحب بك عبر شاشة قناة السعودية، تعطينا نبذة عن الشقيق كواجهة سياحية، ماذا تعني للسياحة في المنطقة؟ في البداية أشكر القناة السعودية الأولى على إتاحة الفرصة وتسليط الضوء على مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، والذي يحظى بدعم كبير من سمو سيدي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، وبدعم لا محدود من أمين المنطقة المهندس يحيى بن جابر الغزواني. حقيقة البلدية تقوم بتكثيف جهودها لتجهيز مرافقها على الشاطئ الشقيق والذي يمتد إلى 12 كيلو متر طوله، ويستقبل زوار وسياح تجاوز عددهم 300 ألف سائح في الإجازات الرسمية. أيضا زوار يفضلون الشقيق كون أغلب شواطئها رملية وبمساحات شاسعة، لها هذه ميزة نسبية لدى الزوار ولدى السياح. أيضا البلدية تعمل على تجهيز إحدى شواطئها بمسمى شاطئ النرجيل، وهو شاطئ رملي على مساحة 50 ألف متر مربع، يتميز بكونه يحيط به البحر من ثلاث جهات. أيضا يحتوي على جلسات واستراحات وكذا، ومنطقة ألعاب وكافيهات ومواقع استثمارية مؤقتة. هذا ما لدي فيما أنت ذكرت الآن المواقع الاستثمارية، ما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي تطرح هنا في الشقيق؟ هناك 50 فرصة تم طرحها خلال هذا العام، ولا زال العديد من الفرص متاحة، منها ثلاث فرص مميزة على منصة فرص. أيضا عندنا فرص مميزة كمنتجع سياحي ترفيهي على مساحة 10 آلاف متر مربع، وعندنا فندق 5 نجوم على مساحة 5 آلاف متر مربع، وعندنا مدينة ألعاب مية على مساحة 50 ألف متر مربع. أيضا لدينا فرص مؤقتة يتم طرحها تزامنا مع موسم شتاء جازان، والذي يبدأ في 4 يناير بمشيئة الله. بالتوفيق مهندس محمد. حياك الله أخي. إذا محمد، سادة المشاهدين، هذا حديث المهندس محمد حكمي رئيس بلدية الشقيق متحدثا عن أبرز المواقع السياحية في مركز الشقيق، وذكر أيضا الميزة النسبية التي تتميز بها الشقيق تحديدا، وهي الشواطئ الرملية هنا في المركز، والذي يجتذب السياح من داخل المنطقة ومن خارجها كما ذكرنا. هذا كل ما لدينا من هنا، الصوت وصل إليكم من استوديو محمد. شكرا حسن، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيفك الكريم.